في البداية في بعض المصطلحات كده اللي كان قلناها للسادة المشاهدين، خلينا نعرفها عليهم أكتر. يعني إيه يعني تحول رقمي وبنية تحتية إلكترونية للجامعات؟ يعني إيه كتاب جامعي إلكتروني؟ خلينا نوضح للسادة المشاهدين يمكن هذه المصطلحات عشان نقدر نقرب لهم أكتر من هذه الأهداف. طبعا في البداية برحب بحضراتكم وبالسادة المشاهدين. فكرة التحول الرقمي بشكل عام بنقدر نقول هي عبارة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية زي التليفون وزي السبورة الذكية وزي كل ما هو ممكن نقول عليه حاجات إلكترونية في ان احنا نقدر نأدي الخدمات للمواطن او للطالب لو احنا بنتكلم على الحاجة الخاصة بالعملية التعليمية. فبنبدا ان احنا نقول دي المرحله الاولى، بس ان احنا نبدا نستخدم الحاجات الالكترونيه، وبعد كده نبدا ندخل في مرحله الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والخدمات اللي احنا بنقدمها ديت عشان نقدر نوصل لقرارات سواء تناسب العمليه التعليميه او اي خدمه تانية بنأديها للمواطن بشكل عام. النقطة الكتاب الجامعي هي فكرة ان احنا بدل ما بنبدا نستخدم الكتاب الورقي وما هو يؤدي الى عملية الجزء الخاص بالتكلفة بالطباعة وخلافه، لا بنبدأ ان احنا نتحول جزئيا عن ده كله ونبدأ نستخدم الكتاب الالكتروني اللي بيكون مكتوب على شكل هيئة وليكن بي دي اف للطالب، بيكون متاح بشكل الكتروني يقدر الطالب يستخدمه في اي مكان واي زمان هو بيحتاجه في العملية التعليمية الخاصة بيه. وده احنا تحولنا فعلا الكتاب الالكتروني بنسبة قد ايه؟ يعني جامعاتنا المصرية بقت تعتمد على هذا الامر بكم في المية؟ ممكن نقول حاليا معظم الجامعات الحكومية تحولت تقريبا ممكن نقول بنسبة 90% وما يفوق 90% للكتاب الإلكتروني. عندنا مثلا على سبيل المثال في جامعة الجلالة من أول يوم الطالب أصلا ما فيش حاجة اسمها الكتاب الجامعي. الهدف الاستراتيجي أصلا من الجامعات الأهلية وخاصة جامعة الجلالة هي أن تكون جامعة ذكية، والجامعة الذكية العمود الفقري الأساسي ليها هو فكرة التحول للرقم. فعشان ابدا اتحول رقميا لازم ان احنا بنشتغل على كذا محور. المحور الاولاني هو البنيه التحتيه وده متوفر في جامعه الجلاله. النقطه الثانيه ان انا ابدا اهيئ الاستاف اللي موجود وابدا اهيئ الطالب نفسه لفكره التحول الرقمي ومفهوم التحول الرقمي. فعلى سبيل المثال في جامعه الجلاله بدانا ان احنا نقول ان الطالب ازاي ان انا اهله لحاجه زي كده، فبدانا في جامعه الجلاله ندي للطالب كورس كامل خاص بحاجه اسمها التحول الرقمي. كورس التحول الرقمي ده حضرتك هو بيكون متاح لطالب الماجستير والدكتوراه، ولكن حاليا جامعه الجلاله تعتبر الجامعه الاولى في مصر وكجامعه حكوميه وجامعه اهليه ان يتطبق على الطالب في المراحل البكالوريوس انه ياخد يعني ايه معنى كلمه التحول الرقمي. عضو هيئه التدريس والطاقم الاداري اللي موجود داخل جامعه الجلاله برضك بدا ان هو نعرفه يعني ايه فكره التحول الرقمي. بدا ان انا كدكتور لازم ان انا بعرف ازاي نستخدم التحول الرقمي في ان انا اعد المحتوى العلمي للطالب سواء باستخدام الموارد المتاحه ليا من خلال الانترنت او من خلال الذكاء الاصطناعي نفسه بحيث ان انا ابدا اتيح النقطه دي. فعلى سبيل المثال كان من ضمن التوجيهات للاستاذ دكتور محمد الشناوي رئيس جامعه الجلاله ان لازم يتم التحول رقميا والكترونيا بالنسبه للكتاب وبالنسبه لي للاختبارات الالكترونيه في خلال سنتين فقط نتحول كليه لموضوع ان احنا نستخدم الذكاء الاصطناعي والاختبارات الالكترونيه تكون موجوده في جامعه الجلاله. فدول كده المحورين الاساسيين اللي بيكونوا موجودين.